بتوافقي فينا نطلب ايدها بدل ما نطلب ايد اختها؟ شو قلتي؟ اذا ما كان عندك مانع مناخدها. انتي بدك كنة ولا آلة مصاري؟ سوشنا استنى خليني احكي. يكون بعلمك انا ما بسمح لك تهيني بنتي بهالطريقة هي. صح هي مو متعلمة، وصح هي ما بتشتغل، وصح انه هي ما في عندها راتب، بس بنتي انا ما في منها. بنتي جانا بتفيق الصبح بكير قبل ما تشرق الشمس بالسما، وبيتنا هاد مو عايش فيه واحد او اثنين، بيتنا في 10 اشخاص، واحد بده شاي وواحد قهوه وواحد بده حليب والتاني شاي غامق، وهي بتهتم بكل الطلبات وبتحضر الغداء على الوقت، مو بس الكبار حتى الصغيره بتعتمد عليها، وبتساعدها بالحمام، هي اللي بتطعميها بايديها وبتكوي كل الاواعي وبتلمع الاحذيه وبتروح على السوق بتشتري الخضره وتجيب الدواء. بنتي بتشتغل من الصبح للمساء وما بتخلي حدا ينقصه شيء، وما بتنام لنص الليل. كل هالشغل اهدي شوي بدون ما تتعب، وانا بقول لها بكفي بس هي لا. اهدي ماما. اكبر ميزه ببنتي الرائعه انه هي تركت دراستها مشان امها المريضه. مع كل شيء بتعمله ما فينا نغير حقيقه انه بنتك اميه يا مدام. شو قلت اميه؟ عم تقول عن بنتي اميه؟ بنتي بتوزع فهم وثقافه على 100 واحد مثلك. شايف كل هدول اللي حواليك ماما. قدروا يتعلموا ويشتغلوا بفضل بنتي. رح اقول لك شغله، انت كثير عم تمدحي فيها، الحقيقه انه يلي بتعمله بنتك بتقدر اي خادمه تانية تعمله. شو قلت؟ خادمه؟ عم تقارن بنتي بخادمه؟ شو يلي بتشتغل ببيتها ما بتكون خادمه يا متعلم؟ اذا وانت واهلك مو قدرانين تعرفوا الفرق بين الزوجه والخادمه، شرف اطلع لبرا. ماما اهدي اطلع لبرا. مانك احسن من بنتي لترفضها. انا يلي برفض ناس مثلكم. امي امي ماما شوي. شو هالحكي؟ هن اللي بيرفضوكي اليك. امي امي بنتي اعطيني كمي. امي خدي الدواء. امي هدي حالك. على مهلك على مهلك. هدي حالك. يلا اهدي شوي. ماما هدي حالك. ماما بترجاكي اهدي. هن خلص طولي بالك. بيرفضوكي اليك. ماما هن ما رفضوني، انت اللي رفضتيهم مشاني. بس هن هانوكي الك. سوشنا اهدي بقى، انت ليش هيك عم تتعبي حالك؟ بس هن هانوا بنتي وانت بكل هدوء. سوشنا بيضلوا ضيوفنا، ما بيصير انه اجوا هناك. بدي اياكي ترجعي تفكري كثير منيح، هن ما في عندهم اي مشكله انه يصغرونا. ايه بس هن بدهم بنتك الاصغر. شو عم تقول؟ هن امي 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 حبيبتي. هن حبوا هالعيله بس ما بدهم البنت الشاطره اللي خلت كل هالعيله توقف على اجريها. اسمعي سوشنا، نعرف كل شي عملته ارشنا بخصوص البيت والعيله، بس لسه عنا بنتين، مو لازم نزوجهم كمان؟ فارشا عمرها 24 سنه، قصدي إذا أرشنا يعني. شو قصدك؟ بدك يانا نقبل بعرض زواج ابنهم من فارشا لأنها بس بتشتغل وانسى أرشنا يعني؟ لا أكيد ما هيك قصدي، لا تفهميني غلط يا سوشنا، بدي أقول إنه نحن لازم نزوج بنتنا أرشنا بأسرع وقت ممكن، حتى لو اضطرينا نعمل شوية تنازلات لهون وبس. إذا بدنا نتنازل يعني ما لازم ندور أبداً على شاب متعلم ومن عيلة؟ وأنا ما رح أقبل بهيك تنازل. وبخصوص فارشا أسألها. ماما أنا ما بقدر أفكر أبداً أتجوز شاب فكر إنه يتجوز من أختي. إيه معك حق، منيح اللي ما تطور الموضوع أكتر من هيك. ما كنت رح وافق على طلبه لو تطور، كيف بيفكروا بوحدة مشان المصاري؟ الشاب بيقبض 17,000 وأنا راتبي 9,000 روبية، وغير هيك بعد شهرين رح اترقى بوظيفتي ورح يصير راتبي 12,000 روبية. لازم اتجوز شاب بيقبض على الأقل 30,000 ل 40,000 روبية. فارشا شو هالحكي؟ ليش؟ الموضوع بيختلف، هي ما بتشتغل
يعني كتير مناسب إلها شاب مثله وراتبه 17,000. بكفي فارشا. أمي أنت ما فيك تقيسي قيمة البني آدم بالمصاري يا فارشا. أنت بسهولة قلتي بدك شاب مكانته عالية. ليش؟ لأنك بتشتغلي وبتاخدي مصاري؟ ما هيك؟ أنا شو هو الشغل اللي حضرتك بتقدر تشتغليه واختك ما بتقدر تشتغله؟ انتي جرحتيني اكتر بكتير من عائلة الشاب هداك فارشا. امي انتو كلكن نسيتوا بس انا لا. وقت كنت مريضة الدكتور منعني اشتغل اي شغل بالبيت، ووقتها جانا اتطوعت حملت مسؤولية البيت على راسها، ولولاها هي ما كانت عمر أرشنا اتخلت عن مستقبلها وتعليمها مشان يكون في إلنا مستقبل. أمي سوشنا هدي حالك بقى، رح يوقف قلبك. ما بيهمني لا إذا وقف ماما. نفسي ولا إذا وقف قلبي. كيف فيني اشرح لك؟ بنتي مو مهمة عندكم، بس الله معه وشايف كل شيء، والله ما رح يسامحني أبدا إذا ما رعيت بنتي وجوزتها من يلي بيستاهلها. بنتي ما بتستاهل غير كل الخير. بنتي ماما. أمي ماما أعطونا مي. آسفة أنا تأخرت، حاولت إجي بكير بس ما طلع بإيدي. آسفة شو أعمل؟ بس أنا ذكرتك الصبح كتير، ليش تأخرتي؟ عم اشتغل من وقت رحت على المكتب، اهلكت من التعب والشغل ما كان يخلص معي بالمرة. يلي قاعد مرتاح بالبيت كيف بده يفهم شو يعني شغل؟ يا مانو الساعة 9 لازم الأولاد يأكلوا ويناموا وإلا رح يتأخروا الصبح. بكرة الصبح عندي محاضرة على 8:30 وزمان متمنيح أكيد بدي أتأخر. ماشي حبيبي. تصبحوا على خير. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.